نقصنا في الوتيرة تاع لي لايف ان بو نورمال باسكو لو ريتم جو بو با التونير لا غالب، مي بربي ان شاء الله دوكا فيوري ا ميزور اون اوغمونت اون اوغمونت دو كاليتي. جو سوي ان تران دو بونسي ا دي زيميسيون هكذا مي تيب راديو سي فوز ات داكور كون لي فاس افيك لي زوديتور. على هذه اليوم حطيت تير راينا، لازم يكون عندنا ان افي. بون ما نقولكمش فوائد الحراك، نقائص الحراك. الحراك هذا اللي جا اون فات الهبه الشعبيه اللي جات هذه سموها الحراك، اللي في الحق كانت لازمها تتحول الى ثوره. الحراك هذا اللي جا بين امورات بزاف، بين شكون الناس اللي عندهم بعض النظر وعندهم كفاءات، بين شكون الناس اللي خدمتها غير تقرعيج، بين شكون الناس اللي ثابتة على مواقف وتمشي على منهج معين ما مغالط بصح شادة فيه ودافع عليه، بين الناس اللي ما عندها حتى منهج كي مونجا طول راتولي يحبوا ينافيغيو مع الجلا، بين حوايج بزاف. انا بور موا عندي ان بوتي باركور بوليتيك، بدينا اون 2017، مي لو بوتي باركور بوليتيك هذا جي غاني اون اكسبيريونس اكستراوردينير extraordinaire. تعلمت حوايج بزاف، جي بوكو ابري اي اون ا بوكو اناليزي، اي ماشي انا وحدي، لونسومبل دي زيليمون دو لوردر دي ماسينيسيان اي سون با دي مليون باش تكونوا في علمكم. وي تعلمنا حوايج بزاف، اون ا ديكوفير لا ناتور دو بوبل الجيريان اي اون سي ديكوفير نو ميم، يعني اكتشفنا نوعية طبيعة المجتمع الجزائري واكتشفنا انفسنا ولقينا الاخطاء السوسيولوجيه المدمره اللي خدم بها الاستعمار، الاستعمار الحديث يخدم على زوج اسلحه دمارة في التاكا: التعليم، تحطيم المنظومه التعليميه وترجحها منظومه تجهيليه، ومحو الشخصيه التاريخيه، يعني نحيلك الهويه ويعملك مخك وعينيك. هذا اللي سعوا فيه، وهذه هي اللي جابت لا بوليتيك تاع لارابيزاسيون اكسيتيرا. بون واحد يقول لي العربيه لغه القران، سامح لي كون تقول بلي العربيه لغه القران صافي دير القران جا العرب، الامم الاخرى اني با سونسي تعلمي نوتر لونغ. القران رحمه للعالمين، القران اي بران توت لي لونغ، الامازيغيه اي بارون لونغلي اي بارون فرونسي اي بارون توت لي لونغ القران باسكو كلمات الله. دونك بركاو بلا الهبال والعتوه نتاعكم هذا. بون اليوم مانيش حنقول لكم البارح تقهويت مع بوتين وميدفيداف واليوم حنتعشى مع ماكرون وغير غدوه مع شي ناس كي تسمحهم يهضروا تقول هذا واش صرا في لا جورني تاعهم. هاني ماشي شوفوا الأزمة الأوكرانية هذه، تسميوها الأزمة الأوكرانية سي فولي. احنا قلنا لكم من قبل باللي وراء الحرب العالمية الثالثة اللي هي الكوفيد، لأنه الشيء اللي صار في وقت الكوفيد في الحرب العالمية الثانية وما صارش، حبست وسائل الإنتاج، حبست الدنيا بكل. كانت نيسيسارمون تجي وراه كوم توت غير كوم أبري أي حرب، يجي وراه نوع من أن روبوزيسيونمون استراتيجيك، تمركزات استراتيجية جديدة. العالم هذا من وقت سقوط، باش نجيبوها ل كيما نقولوا حنا المرحله لي فريمون سوبر حساسه، هو سقوط الخلافه العثمانيه. تم كلات بعضها في لي فرونتيير، بداو لي كولوني، بدات الدنيا كي سقطت الخلافه العثمانيه اللي عادوا يسميوها لو جيون او با او جونب دو بابي ولا او بي دو بابي ولا شي كيفاش كان يقولها، كي سقطت كلات بعضها سو لو بلان دي فرونتيير باسكو كانت ان فاست امبير، جاو يتقاسموه بيناتهم حصلوا فيه. داير كاين ناس بزاف يقول لك بارمي لي لي بروبليم فرونتاليي تاع لا دوزي لا بروميير غير مونديال سي لومبير اوتومون، باسكو وي كان كبير كان حاكم الدنيا كامله اكسيتيرا، شغل كانت اون بويسونس حاكمه وطاحت دانكو، ايبا الحوايج اللي كلها سخين فيها بكل يتزربوا. بلاف اون ريفيون سوجي، اون ريفيون الجيري. دركا لي الجيريان الوضعيه اللي رانا فيها
قلنا لكم باللي راح تضرب المجاعة، والناس اللي حاكمين البلاد حاليا في التسيير نتاعها ما عندهمش كفاءة باش يفوتوا الأزمة. هل السؤال يطرحه واحد يقول هل يعني في القيادات نتاع الجزائر ما على بالهمش؟ لا على بالهم. وعلاش ما يديروش؟ لانهم عندهم تعليمات انهم يكرازيو الشعب، ماشي يفوتوا عليه ازمه، ماشي يحنوا عليه، ماشي يعاونوه. دار لهم 13000 دينار تاع بطاله، 13000 دينار تاع مدله، 13000 دينار تاع مدله، تاع مدله. ما عنديش كاليفيكاتيف واحد اخر، ما فهمتهاش. او تي دون اون بونسيون كوريكت كيما هنايا على راسها، ولا كالكولي سور لا باز نتاع الحياه كيفاه، والله ما تمدهاش كاع. انفيستيها في خلق مناصب شغل. الجزائر ماسو ما عندناش، بلومبي ما عندناش، الكتريسيان ما عندناش، كارلور ما عندناش، منويزي ما عندناش، كوردوني ما عندناش، سيروريه ما عندناش، نجار ما عندناش، اون اريان. امور بيسي التعليمات هذه تجي من النيو كولونياليزم، من الاستعمار، من الاستعمار اللي عنده الوسائل نتاعو باش يكونتروليك ويعسك وداخل في شتى الميادين. اليوم قريت، ما نقولكمش انا متاكد منها، لا مانيش متاكد، بصح الناس اللي بعثوها لي عندي ثقه فيهم. وحده مفتشه هذه بون اسمها والله نسيتو ما حكمتوش، مختصة في هيكلة التربية والتعليم، حاجة هكذا يعني، حاجة خشينة أخو، اقترحت، اسمعوا مليح واش اقترحت. اقترحت الطور الابتدائي ولا السنة الأولى نعود نديرها في المساجد. على جلسة داير لايف اليوم هنا، ومادا بيا الناس تعيط نسمع الرأي تاع الناس. على بالكم باللي في دولة تحترم نفسها سو سوار الي اريتي درك درك وتدخل بور اوت ترايزون ويتم معها البحث مع من تخدم، دابور فونكسيونير ديتا، مادام في المفتشية، مادام في المت اها ما تسبش فارس، مادام في المفتشية العامة ولا في المينيستير ولا اكسترا، سي كادر سوبيريور دو لا ناسيون. ديجا حنا المنظومة التربوية نتاعنا كي نشوف خليقتها وهي مغنسة هكاك نكره حياتي. الور في المساجد